مصطفى حمود عيد اللحظات. مصطفى حمود بيسدد. عم يفتتح التسجيل 1-0 لصالح الاي اس اي. وليد لنشوف مين اللي حينفذ. وليد الكرة مع وليد الجردي. وليد مصطفى. وليد بيحاول. وليد بيلعبها مع لمصلحة الاي اس اي. لعبها لعند مصطفى. مصطفى للامام. محاولة لوليد منه لركان ايضا لمصطفى. التمريرات بتتخلص. كرة مقطوعة للتيم. راح تيم انطلق تيم. حول العرضية. تيم عم بيسجل ثالث الاهداف لصالح الاي اس اي. تايم حيدر عم يسجل ثالث الاهداف 3-0. هي خطيره لصالح فريق الشموس ولكن حسن جوني السلام عليك. من جديد عم نشوف الصوره جاد بدره قلب دفاع اي اس اي مواليد 2012. الكره الراسيه داخل هدف جميل جدا. بشيل لاعب اوطى نص نهائي لاسيا. من جديد التمريرات لوليد. من وليد بمر بيحاول المرور. وليد عن الاول عن الثاني. وليد ما زالت الكره بين اقدامه لوليد. وليد ما زال عم بيحاول المرور. وليد بيلعب العرضية. وليد الله عليك يا وليد الله عليك يا روان. هدف خامس لمصلحة الاي اس اي. حسن جوني على التلفيز. حسن جوني عم بيسجل سادس الاهداف لمصلحه الاي اس اي. الله عليك يا جوني الله. اصبحت النتيجه 6-4. اين منه لروين. روين بيحاول والى خارج ارض الملعب. اوت من جديد. رمية تماس. وهي تسديدة حلوة. الله عليك يا تيم حيدر. الله تسديدة على طريقة اللوب داخل الشباك والنتيجة أصبحت 7-4. المحاولات لصالح الشموس ترجع الجاكوان. شوف راكان فسد الدفاع. يا راكان وحش الدفاع. القلب الرابط راكان بدر 7-5. وبهاللحظات